من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، الف الف مبروك يا كابتن ايمن طبعا، ولكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بطلا لكاس مصر المره ال 38 في تاريخه على حساب نادي بيراميدز بنتيجه طبعا زي ما احنا شفنا اداء كبير جدا من اللعيبه، شفنا حمدي فتحي، شفنا كهربا، شفنا كل اللعيبه الحقيقه متالقين. عايزين بقى يعني نشوف اراء الناس. زي ما انا قلت قبل الهوا الحقيقه احنا ما كناش بنتمنى ان احنا نروح لاكسترا تايم، ولكن هو ده اللي حصل طبعا في الماتش، ولكن النادي الاهلي دايما بيرفع راسنا. رايك ايه النهارده في المباراه؟ شفت النهارده اداء اللعيبه ازاي؟ الحقيقه ما كناش عايزين نروح لاكسترا تايم، ولكن ده اللي حصل النهارده. طبعا تحياتي استوديو قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي هو مصدر السعاده، النادي الاهلي في الاوقات الصعبه موجود، كل مباراه للنادي الاهلي ببطوله، النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، النادي الاهلي قدر كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي هو رقم واحد. طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب على تدعيمه للنادي الاهلي بكابتن مروان عطيه وكابتن حمدي فتحي، النهارده عامل مباراه كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله النادي الاهلي هياخد الدوري السنه دي وافريقيا، والنادي الاهلي هو مصدر السعاده، وان شاء الله مبروك. رايك ايه النهارده في اداء اللعيبه؟ الماتش كان صعب جدا، مضغوط جدا، نادي بيراميدز خصم كان قوي جدا قدامنا، رايك ايه في اداء اللعيبه بعد الاكسترا تايم؟ والله اللعيبه كلهم رجاله، النادي الاهلي دايما بنعودنا على اخر دقيقه ابطال، احنا النادي الوحيد اللي بيلعب على البطوله ودايما بنجيبها ان شاء الله، ربنا معانا، معانا مجلس اداره محترم، معانا كابتن محمود الخطيب، وبنقول له الف الف سلام عليك ورمضان كريم، وهو الاهلي دايما رقم واحد في مصر باذن الله، افريقيا والدوري واي بطوله السنه دي اهلي 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 اهلي. كنت متوقع النهارده ان احنا نروح لاكسترا تايم، ولكن كنت متخيل ان الاهلي هيقتل يعني الماتش في الشوط الاولاني. انا قلت لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الاول، انا قلت لحضرتك قبل الشوط الاولاني ان الاهلي في طريقه لحظ البطوله، وطول ما بلاقي الفرقه بتلعب كويس، وطول ما بلاقي تخطيط كويس، وطول ما المدرب بيعمل خطه كويسه واللعيبه بتعمل اللي عليهم، فان شاء الله بتلاقي الاهلي في البطولات موجود وفي كل حته موجود، واحنا بنقول لهم كل سنه طيبين، والف مبروك المكسب، والف مبروك المكسب، والف مبروك المكسب، وان شاء الله مستنيين افريقيا والدوري ان شاء الله. لسه يا كابتن ايمن مستمرين معاك طبعا في رصد فرحه جماهير النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. تقول ايه النهارده اللعيبه؟ اداء رجولي شفناه في ارض الملعب، وقدروا ان هم يحرزوا الكاس للمره 38 في تاريخهم. احنا بنقول كل سنه وانتم طيبين الاول، ورمضان كريم، ومبروك للكابتن محمود، وربنا يشفيه يا رب، واحنا الحمد لله احنا الابطال طول عمرنا، مش النهارده، من افريقيا لمصر كله احنا ابطال مصر كلها، احنا احسن ناس في كره القدم، احنا الاهلي، الاهلي ده فوق الجميع، وهو فعلا فوق الجميع، وربنا ينصرنا على طول باذن الله باذن الله باذن الله، وشكرا جزيلا لكل الناس ديت، وشكرا لكم كلكم. مين من اللعيبه النهارده لفت نظرك في الملعب؟ كلهم كلهم ما شاء الله، الله اكبر، يعني ناس لعيبه رجاله وبتوع بطولات، وان شاء الله افريقيا جايه، ان شاء الله افريقيا جايه ان شاء الله، وانا احيي مجلس الاداره كله ان شاء الله. يمكن كان في قلق كبير النهارده من نادي بيراميدز النهارده، وده اللي فعلا شفناه النهارده في ارض الملعب، كان خصم قوي جدا، مباراه مضغوطه، شفنا رحنا لاكسترا تايم بعد ما هم تقدموا، بعد كده احنا تعادلنا، بعد كده رحنا لاكسترا تايم. تقول ايه النهارده عن فريق بيراميدز؟ لا النادي الاهلي كلهم رجاله، انا عايز اقول حاجه واحده، 1923 يعني دلوقتي احنا 2023، 100 سنه الحمد لله حققنا البطوله ديت، 38 عام عن النادي الاهلي اللي عمله دوت، ودلوقتي النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض، ومحمود الخطيب ومدير النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والاعضاء جماهير اعضاء النادي الاهلي، الحمد لله فوز على النادي الاهلي الجميل دوت. زي ما احنا شفنا يعني يا كابتن ايمن فرحه طبعا جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، لسه مستمرين معاك في رصد الفرحه النهارده بعد تتويج النادي الاهلي طبعا لكاس مصر للمره 38 في تاريخه، كاس جديد بيدخل دولاب بطولات طبعا النادي الاهلي، زي ما احنا شفنا كلنا مش جديد على النادي الاهلي دايما، ومش جديد كاس بعد كاس، دايما متعودين منهم على البطولات اكيد والكؤوس. الكلمه ليك مره ثانيه يا كابتن ايمن.